فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أكمل التعليق على شرح الطحاوية، وهل تنصحون بقراءة الكتاب؟ الكتاب معروف، شرح الطحاوية كتاب جيد، كتاب مرغوب عند أهل العلم، ومؤلفه من تلاميذ ابن كثير، كما يظهر من مما ذكره في أثناء الشرح إنه من تلاميذ الحافظ ابن كثير، وابن كثير تلميذ لشيخ الإسلام ابن تيمية، فهو من سلالة طيبة، والشرح موثوق عند أهل العلم. نعم، بعض الملاحظات على المتن، ما هي على الشرح، في بعض الملاحظات على المتن، وهذه نبه عليها والحمد لله، شيء نبه عليه الشارح وشيء نبه عليه غيره من الشيخ ابن باز أو غيره. نعم.